مش خايفه رغم الاخطار اللي شافوها مش قادر اعدل اخذ قرار دايما دول مش المشوار في السكه حفر او احجار قتلتهم لكن هزموها صدق ان الراعي لخرف في حظاير تانيه كتير صدق اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج صوت العابرين، حلقه جديده وشهاده جديده عن ايمان اخونا الحسين من المغرب، وبنصلي من اجل كل شعب المغرب ومن اجل كل الابطال حقيقي المؤمنين اخواتنا العابرين في المغرب، ان الرب يحميهم ويحفظهم ويحفظ كنيسته في المغرب من كل شكايه وكل حروب من إبليس عليهم باسم يسوع. مع حضراتكم بنرحب بأخونا الحسين، أهلا بيك وبكل شعب المغرب المبارك. أهلا بيك أخ حسين. أهلا وسهلا أخي نور. أهلا بيك وبرحب بيك معانا، وزي ما متعودين في بداية الحلقة أن احنا بنصلي، فهطلب من حضرتك أنك تصلي من أجل وقت الحلقة، ورب يباركك ويستخدم شهادتك تكون سبب لخلاص نفوس كتيرة باسم يسوع. فضح. أمين باسم الرب يسوع. نعم يا إلهنا القدوس، يا إلهنا نشكرك يا رب، نشكرك على كل إعلاناتك، نشكرك يا رب على خلاصك، نشكرك على محبتك، نشكرك يا رب على هذا الوقت اللي يا رب أنت سمحت به يا رب لكي ما نسمع صوتنا، صوت العابرين، صوت المخلصين المفديين في كل العالم العربي. نشكرك يا رب لأنك يا رب تستخدم هذا المنبر لكي ما نسمع صوت الحق، لكي ما نعلن الكلمة المغيرة، لكي ما نعلن التغيير الحقيقي الذي صنعته أنت. لم نصنعه نحن بأيدينا، لكن أنت صنعت، أنت غيرت، أنت اخترت، أنت أحبت، يعني أحببتنا أولا، لذلك نحن نحبك يا رب، نريد يا رب أن نشهد ونسمع صوتنا للعالم كله. بارك يا رب هذا الوقت، وأعطينا يا رب الكلمات يا رب، ونحارب يا رب كل روح تشويش في هذا الوقت باسم رب يسوع المسيح له كل المجد. آمين. آمين آمين. طيب قبل ما هنبدأ مع أخونا الحسين، عايزة بسرعة كده ناخد تعليق أو تعليقين على، طبعا شهر رمضان خلص وإحنا ما زلنا غالبا ثالث يوم العيد أو عيد الفطر خلص، لكن لنا يعني تساؤل طرحته في حلقة قبل كده من خلال، خلينا نشوف الصور من خلال اللي حصل ده، زي ما عرضنا قبل كده ده الشيخ في اسكندرية في منطقة الورديان غالبا، اللي رفض ان الشخص يأذن اثناء رمضان، فجي حد قريب الشخص اللي اترفض، للشيخ رفض ان هو يأذن وقتل الشيخ، وزي ما شفنا الدم كان جنب الجامع. الحالة التانية برضو كانت في شهر رمضان وعلى طريق الطعن عمر بن الخطاب في مسجد عمر بن الخطاب، بعد كل السنين دي يجي الشخص المسلم ده في مسجد عمر بن الخطاب في نيويورك ويطعن الإمام وهو بيصلي، قلنا يعني على غرار طعن عمر ابن الخطاب نفس الطريقة. آخر حاجة بقى يوم العيد وفي اليمن، بعد ما الإمام صلى صلاة العيد وجي حد من المصلين أو جي شخص مسلم وقتل الإمام. طيب كنت طرحت سؤال أثناء شهر رمضان لما حصل قضيتين القتل دول، إن إله الإسلام قال وعدكم إن الشياطين هتكون مصفدة، يعني مكبلة، يعني مفيش حاجة يعني شر هتحصل. طيب اللي حصل ده إيه؟ اللي بيحصل ده إيه؟ هل إله الإسلام وفى بوعده ليكم والشياطين فعلا مصفدة؟ هل أنتوا حاسين إن الشياطين فعلا مصفدة وكل أفعالكم دي هي بالكامل انتوا اللي بتعملوها، يعني ما حدش بيقول ده الشيطان والكلام دوت؟ فيعني اسألوا إله الإسلام، هل فعلا الشياطين مصفدة وده الشر اللي جوه الأشخاص دي حقيقي من غير أي تدخل من الشيطان ولا إيه؟ واللي هيصفد الشياطين مش قادر يعني يتحكم في الشر اللي جواك، لأن أنت بتعتقد أنه هو يعني أنت مستسلم ليه. الإسلام يعني الاستسلام، خضوع كامل، هو اللي بيفعل ما يشاء. إله الإسلام يفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هل هو بيضلك وبيقودك إن أنت تعمل الشر ده، تقتل في الشهر المفروض إن الشياطين مصفدة فيه؟ طيب هل الصيام نفسه
ما قادكش للتغيير؟ يعني الشيخ بتاع اللي اتقتل يوم العيد ده، طب رمضان خلص، شهر العبادة والصوم خلص، هل الصوم والعبادة دي ما غيرتش فيك؟ ما غيرتش في أخلاقك، في طباعك؟ ما عملتش يعني تهذيب، تنقية؟ أنت طبعا المسلم بيقضي بيعمل الفروض لأنه خايف من جحيم، يعني بيعمل الفروض الإسلامية على أمل وعلى رجاء إن إله الإسلام يمكن يتغمده برحمته ويدخله الجنة بعد طبعا ما يعدي على جهنم. فمش غرض حاجة تانية غير إن هو بيتقي إن هو عقابه يعني وخايف منه. فيعني يعني هو بيعمل كده عشان خايف منه، لكن العبادة دي ملهاش أي أثر، ملهاش أي نتيجة، مفيش نتيجة في التغيير، في تحسين السلوك. فإيه الإله ده؟ إيه الإله اللي عبادته ما بتغيرش، ما بتنقيش الإنسان؟ إيه لازمة العبادة أصلاً لو ما كانش ليها ثمار على أرض الواقع، لو ما كانش فيها تغيير في حياة الشخص؟ يعني إيه الشخص بيعبد ربنا وهو بيقتل، وهو مازال بيقتل، مازال يعني بعد كل العبادة دي لسه يعني في شر جواه؟ لو الإله ده وعبادته ما غيرش الشر اللي جواك وقادتك انك انت تكون انسان انسان صالح، يبقى محتاج تفكر مليون مره في العقيده اللي انت بتتبعها. وطبعا بعد شهر رمضان زي ما متعودين التحرش يوم العيد، وللاسف يعني الصور كتيره، لكن انا هعرض في الفيديو دوت واحده سائحه في مصر بتتفسح بتزور مصر، وحصل معاها الامر ده وعندها نفس التساؤل، اكيد دي من خبره لانها بتقول بتفهم عربي، ان ليه بعد رمضان، ليه انتوا بتتعملوا كده بعد رمضان؟ المفروض ان انتوا طالعين من عباده، المفروض ان انتوا سلوككم اتغير اتحسن، ليه طالعين بالفظاظه دي وبالبشاعه دي؟ خلينا نشوف الفيديو ونشوف يعني هي بتقول ايه. نسمع مع حضرتكم. لو نكبر الصوره عشان الترجمه تظهر. And today was one of the worst days ever of being harassed as a woman. While I was in the streets, I was harassed hundreds of times in the 4 hours I was out. And yes, I understand some of the Arabic, so I know I'm harassed, but both in English and Arabic. I had a man trying to get me out of my clothes in a perfume shop and touch me inappropriately. I have had a man trying to talk me into giving him my phone number for 20 minutes straight until my Uber finally arrived. And I had multiple men following me in the streets, like way too close for comfort. Why? Like, why is this anything that you would ever do, especially just after Ramadan? Why? Tell me. قولوا لها يا جماعه، هي بتقول لكم قولوا لي ليه بعد رمضان بيحصل كده؟ ليه انتوا طالعين من شهر صوم وعباده؟ ليه التحرش؟ يعني وبعدين ده بشكل جماعي، ده اعداد، يعني ما فيش حد من الناس دي اتغير؟ العباده اللي عاملها في الصيام والصلاه والتراويح والصوم كل ده ما غيرش. طيب حاجه تاني قبل ما اسمع كمان من اخويا الحسين، مسلسل طبعا اللي كانوا عملوا عليه ضجة تحت الوصايا، واللي بيتكلم حقيقي عن كما قالوا ان هو بيشوه الإسلام، لكن حقيقة هو وضح صورة كتير من السيدات الأرامل اللي مات عنهم أزواجهم بيتعرضوا لهم وأولادهم، ان هم غير أوصياء على أموال أولادهم الأيتام، لكن مدام الجد موجود يبقى الجد والعم وبقيت عيلة الرجل هي اللي مسؤولة عن الأمر ده. ليه والسبب إيه؟ إن المشرع اعتمد إن النساء هم السفهاء اللي قال عليهم القرآن في سورة النساء 5. نشوف كده بيقول إيه، لو قلت لو نطلع السورة وكمان التفسير أو قالوا عنها إيه. بيقول كده: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. النساء 5. فبيقول هنا: قال الضحاك عن ابن عباس، طبعا ابن عباس ده ابن عم الرسول الإسلام، في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك والنساء. واخدين بالكم؟ النساء، واخد بالك يا أختي يا مسلمة؟ النساء، أنت السفهاء. قال لما إله الإسلام قال السفهاء يقصدك أنت، هم بنوك والسفهاء. يعني نعلم كده على السفهاء دي، على النساء دي 100 علامة عشان تعرفي أنت وصفك إيه في القرآن. وكذا قال ابن مسعود والحكم ابن عتيبة والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان. يعني النساء طبعا هي المرأة نصف إنسان، يعني نصف رجل، وكمان يعني مساوية في إن هي سفيهة
يعني ما عندها خلل، ما بتعرفش تتحكم او ما عندهاش حكمه في موضوع الاموال، فهي عايزه وصي عليها وعلى اولادها، يعني هي انسان مش كامل. وقال سعيد بن جبير هم اليتامى، وقال مجاهد وعكرمه وقتاده هم النساء، وقال ابن حاتم حدثنا عن فلان عن ابي امامه قال قال رسول الله وان النساء السفهاء الا التي اطاعت قيمها. ان النساء السفهاء، طبعا قيمها مات فهي مستمره على ان هي سفيه. هو ده القانون، هو ده الشرع اللي بيحكموك بيه، هو ده القران اللي انت بتتبعيه، هو ده القران اللي يعني والاسلام اللي خلاكي مجرد عوره ونصف رجل، انت كمان سفيهه. بنقول لكم يعني من فضلكم يا مشرعين، المشرعين القوانين في مصر، يا ريت يكون في عدل، اتعلموا من الغرب الكافر، اتعلموا ان القوانين قائمه عشان تحمي الانسان، عشان تعلي من قيمه الانسان، عشان تحفظ الانسان، ايا كان نوع الانسان بقى ذكر ولا انثى، هو انسان، الله خلق الانسان ذكر وانثى، نوعين، لكن هو انسان، القوانين توضع من اجل حمايه الانسان، من اجل حفاظا على كرامته، على قيمته، من اجل ذلك تقام وتشرع القوانين، القوانين اللي فيها عوار زي سوره النساء 5 ان يشبه النساء ان هم السفهاء، وان هي غير وصيه على اموالها واموال زوجها واموال اولادها، ويخلي فيه اوصياء عليها، فده محتاج انكم تفكروا، حرام حرام بجد. انا شفت بصراحه على المواقع التواصل الاجتماعي من بعد المعرض المسلسل ناس طالعين بفيديوهات، بنت كانت بتبكي وبتقول الحاله دي حالتي انا، حالتي انا وحالت امي اللي بعد ابوها بقى في اوصياء على امها. ليه؟ لان القران شايف انها من السفهاء. فمن فضلكم راعوا ضميركم وشرعوا قوانين تخدم الانسان، ولا تحتقر الانسان، ولا تقلل من قيمته، من قيمه المراه اللي الاسلام اصلا مقللها. طيب اخ الحسين اهلا بيك، ولو عندك اي تعليقات على التعليقات اللي قلتها في البدايه قبل ما حضرتك تشاركنا بشهاده ايمانك، اتفضل حضرتك. هل سمعني؟ انا مش سامع. ايش في المغرب؟ يعني حتى في المغرب ارى بعض السلوكات التي يعني تسيء للمسلم، لانه ان كان رمضان لم يغير في انطباعك وفي سلوكك، فالشكل التعبدي الذي تقوم به لا يعني شيء. ماذا غير فيك الدين؟ غير في سلوكك، غير في شخصيتك، غير في انفعالاتك. هناك اشخاص يرتكبون القتل كما سمعنا في 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 الشهاده، هناك اشخاص لهم عادات يعني سيئه، بعد اذان المغرب يعودون الى نفس الطينه، يعودون الى نفس الحياه، كان شيئا لم يكن، كان صيام رمضان هو اجباري كواجب، انت مرغم ان تقوم بهذا الواجب. لكن تغيير سلوكياتك هذا لا يعني شيء بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للمشرع. ففعليا نحن نرى أن إله الإسلام لم يغير في انطباع الأشخاص، لم يغير في الشخصيات، لم يغير في الانطباعات، لكن هو يجعل الشخص، هو لا يجعل الشخص مربوط بمجموعة من الفرائض، مجموعة من القوانين، وهي ثقيلة على أكتاف الإنسان. الشخص بحد ذاته لا يستطيع أن يعيش تحت ظل هذه القواعد وهذه الفروض، لذلك تجد أن الشر في داخل الإنسان ما زال هو هو، لم يتغير. الطبيعة الخاطئة في الإنسان لم تتغير، سواء بصوم رمضان أو بغيره، لأن الشر لم ينتزع من جذوره. صح صحيح. بالنسبة لحق المرأة وموضوع التحرش، هذا هو العيب الأكبر بالنسبة للمجتمعات العربية للأسف. فحق المرأة في القرآن أو في الإسلام يقول ويدعي أنه يكرم المرأة، لكن أين هو تكريم المرأة؟ إن كانت المرأة ناقصة عقل ودين، إن كان حق الميراث للمرأة حقها ونصيبها هو النصف نصيب الرجل، وسفيها زي ما كانت المرأة وسفيها. إن كانت المرأة تشبه والنجسة تشبه بالكلب وتشبه بحيوان وتشبه بحمار، أي كرامة تعطى للمرأة في الإسلام؟ إن كان المجتمع يتحرش بالمرأة ويقلل من قيمتها، فأي أخلاق نتكلم؟ عن أي أخلاق؟ عن أي مستوى؟ عن أي تعليم؟ عن أي إله؟ عن أي دين؟
صحيح. فنحن نتعلم أن الله عندما خلق المرأة خلقها سند للرجل، يعني مساوية للرجل في كل شيء، تسانده، تقف معه، تشجعه، تؤيده في كل شيء. لكن الإسلام ضرب هذه المعادلة، كأن قيمة المرأة لا تساوي شيء أمام الله، لكن إله الإسلام قلل من شأن المرأة كأنها عبء ثقيل على الرجل، وهذا ليس المستوى الطبيعي للمرأة، وهذا ليس مستواها. صحيح. لكن لأن خلفية المشرع الإسلامي وخلفية الشاذة ونظرة للمرأة، دائما ينظر للمرأة أنها أقل شأنا من الرجل، لأن المجتمع هو مجتمع ذكوري. صحيح. لذلك تجد المرأة، أن غالبا المرأة هي دون المستوى في هذه المجتمعات. ليش؟ لأن الدين يعلم أن المرأة ناقصة دين وناقصة عقل ولا تصلح لشيء. حتى في العصر الجاهلي، الإسلام مربوط بالعصر الجاهلي، أن الفتيات يقتلن هم فتيات صغار. ليش؟ لأن المرأة والفتاة هي عار على الأسر، عار على المجتمع. فالإسلام أخذ نفس الثقافة الجاهلية فأسقطها على الدين الإسلامي، وبدأت الثقافة تتوارث إلى يومنا هذا. ومنذ أزل من 14 قرن نحن نعيش نفس الفكر الجاهلي. ده بالعكس، ده الفكر، ده المرأة في الجاهلية لو شفنا كده هنلاقي خديجة بنت خويلد دي كانت يعني سيدة مجتمع وكانت سيدة أعمال، يعني زي ما بيقولوا بيزنس وومن. فما كانش زي اللي عمله الإسلام. الإسلام أساء جدا للمرأة، إذا كان أصلا الإسلام قائم على اعتراف أو تأييد أو إمضة خديجة إن اللي محمد شايفه ده ملاك مش شيطان، لما محمد قعد ينقلها على الرجل اليمين والرجل الشمال لغاية لما تعرت أو تحسرت والملاك اتكسف ومشي. أصلا الإسلام نفسه قائم بشهادة امرأة هي نصف شهادة، يعني الإسلام أصلا كان مش عارفة أقول إيه، لا ده مش موضوعنا، لكن أصلا محمد أساء لوضع المرأة اللي كانت عليه وقت ما كان هو موجود وقت الجاهلية. بالعكس ده لم يكرمها نهائي. فعندما ننظر حتى موضوع التحرش، المرأة ليست عورة وليست عيبا في المجتمع، المشكل هو في طباع في 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 في, في انطباع الرجل، النظرة هو الجنسية العين، هو الشهوانية الذي ينظر، هو بالظبط. عينه. المشكل ليس في المرأة، لكن المشكل هو في عين الرجل. لذلك لكي ما يحمي الرجل نفسه من هذه العورة، فرض البرقع وفرض الحجاب على المرأة، لأنه لا يستطيع أن يحارب ويواجه ضعفاته ونقصه وميولاته الجنسية وعينه. الخطية الكامنة في داخله لا يستطيع مواجهتها. وللأسف الأخت المسلمة مخدوعة، هي فاكرة إن هي لما حط الحجاب دوت إن هي عشان الإسلام ساترها وعشان عفتها. بالعكس، بالعكس يا أختي يا عزيزتي، أنتي لابسة الحجاب ده علشان لا تفتني الرجل، عشان الرجل ما يبصلكيش ويفتتن ويدخل بسبب الجهنم. انت مستخدمه، مجرد مستخدمه. خليني يعني استاذن منك ونشوف الفيديو رقم 2. الاول قالوا عليها زي الحلوى بيغطيها من الذباب، شوفي ده بقى بقيتي شاورما. الاول كنت حلوى دلوقتي بقيتي سندوتش شاورما. خلينا نشوف الفيديو الثاني. But it has a wrapping over it. I call it the hijab. Now, please remove the hijab. You see what happens when you remove the hijab? The temptation, huh? Temptation for the man, huh? No temptation. ايه العقلية دي؟ خلينا بس نشوف الجزء الأخراني وهو، بصوا يا جماعة بصوا. شايفين؟ هو ده الرجل، هو ده الرجل المسلم. لو انت بقى مش لابسه الحجاب هيبقى التحرش نفس زي ما انتوا شايفينه كده، بياكل الساندوتش بنهم. يعني ايه ده؟ تخيلي انت كساندوتش شاورما متغطيه بالورقه اللي متغطيه بيها، هو ده حجابك. لو اتعرضتي هتفتني الرجل، بسببك يدخل جهنم. انت عشان كده لابسه الحجاب، صدقيني انت عشان كده لابسه الحجاب. ما تخليهمش يضحكوا عليكي، وروحي ابحثي ودوري. اتفضل. طيب احنا كده خدنا وقت كتير في التعليقات، فلو ممكن يعني نبدا معاك وتقول لنا يا اخ الحسين، لما كنت مسلم كانت خلفيتك الاسلاميه ايه؟ كنت مسلم متشدد ولا زي ما بيقولوا معتدل ولا ايه؟ اتفضل حضرتك، عايزين نسمع منك. اشكرك اختي نوره. فبدايه انا اشكر الرب على الفرصه اللي اعطانا لتواجدي معكم اليوم. حياتي، انا انسان عشت في اسره معتدله بسيطه جدا، تنتمي للطبقة المجتمعية البسيطة. علاقتي بالإسلام ليست علاقة متشددة، علاقة بسيطة
على حسب الثقافة السائدة في البيئة اللي أنا عايش فيه. لكن بداية أنا أريد أن أعطي نبذة فقط منذ صغري. الرب كان يتعامل معي بشكل خاص، لأنه في البداية أنا سمعت صوت الرب وسمعت عن رسالة الخلاص ربما وأنا ما زلت في سن مبكرة، ربما في السن 16-15 سنة. بدأت فعليا أني أضع نفسي في المكان المناسب لكي ما أختار الطريق الصحيح من الطريق الغلط. لكن في قبل أن أولد الرب تعامل مع والدتي في فترة ميلادي، لأن أنا اتولدت في السن السابع، يعني في الشهر السابع، لم أكتمل بعد الشهر التاسع. فحتى الولادة كانت برعاية الرب وبحمايته، لأن المرسلة التي كانت في تلك المنطقة كانت الطبيبة المسؤولة على قسم الولادات ذلك الوقت. فوالدتي تجد مشكلة في استبقاء الذكور في الحياة، وأنا عرفت السبب فيما بعد. لكن تلك المرسلة وهي طبيبة قالت لوالدتي بالحرف إنه الرب يستطيع أن يستبقي هذا الولد للحياة إن آمنت فقط، ثقي في الرب وهو يستطيع أن يستبقيه للحياة. فهي عم تصلي مع الفريق اللي معها من أجل حياتي ومن أجل صحتي. فالرب استبقاني على الحياة واكتملت السنة الأولى، وأشكر الرب على نعمة في الصحة، لأن لم يكن هناك نقص في الصحة ولا تأخر في النمو ولا غير الأمور النبيلة. فاستمرت علاقة مع تلك الطبيبة المسؤولة على قسم الولادات، علاقة بين الأسرة، بيني وبينها، وأسمع هذه القصص كلها، ماذا كانت تصنع في خلوتها في صلاتها مع الإخوة المبشرين اللي كانوا معها، وأيضا علاقتها بوالدتي وكل الأمور وكل الصلوات التي كانت تصلى في البيت من أجل صحتي ومن أجل حياتي. فوجدت أنه نعمة عند الرب أنه استجاب للصلاة الشفاعية اللي بتصليها تلك الأخت مع الأخوات اللي معها. فبداية كانت العلاقة بيني وبين الممرضة، بيني وبين الطبيبة، علاقة كأنها أم روحية بالنسبة إلي. فأنا بروح عندها للبيت، أسمع عن الكتاب المقدس، أرى وأشاهد بعض القصص المصورة في أشرطة فيديو عن حياة المسيح له كل المجد، وعن حياة بعض القصص في العهد القديم إلى غير ذلك، رغم أنني لم أستوعب الكثير من تلك القصص، كأنها للفرجة فقط، لم أستوعب الكثير من الأمور. لكن في مقتبل العمر، لما بلغت السن 12-13 سنة من عمري، بدأت بعض الأمور تتضح أمام عيني، وبدأت بعض الأسئلة تطفو للسطح، بحيث أني بدأت أني أحفظ بعض الآيات في الكتاب المقدس، الآيات الصغيرة يعني. بدأت معي بحفظ آيات من الكتاب المقدس وبقراءة الكتاب المقدس بالدارجة المغربية. فبدأت يعني الخطوات الأولى للتعامل مع الكلمة ولو أنني لم أفهم. علاقتي بالمسجد كأي شخص من المجتمع الأمازيغي، من الضروري أن تذهب للكتاب قبل أن تلتحق للمدرسة الابتدائية. فكانت تلك المرحلة مرحلة يعني عابرة، حتى ذهابي للمسجد كان بالإرغام، ليس يعني بالإقناع، ليست بالقناعة الشخصية، ليس بالفهم والإدراك، لكن كانت كل الأمور مبنية على الجهل. لكن أنا في داخلي الرب زرع بذرة وبدأت تنمو شيئا فشيئا. تلك البذرة كانت نتيجة لصلوات كانت تصليها بعض الأخوات قبل أن أولد ربما، أو بعد ولادتي. الرب استبقاني عن الحياة لكي ما يسمعني صوته. سمعت عن الكلمة المقدسة، شاهدت فيلم يسوع المسيح له كل المجد، تأثرت بكل المواقف ولم أفهم. وكان ذهابي للمسجد فقط لأني أقلد ما وجدت عليه والدي، أو ما وجدت عليه مجتمعي، كأي شاب مسلم ينتمي إلى بيئة مسلمة، كما وجدنا عليه آباءنا نذهب لنصلي في المسجد، وأيضا يعني نحتفل بأعياد الدينية إلى غير ذلك منه. فقط هي تقليد. لكن في السن 14 سنة الرب يريد أن يتعامل مع الموضوع بشكل حقيقي. بدأت أهتم فعليا بما تحمله رسالة الإنجيل، وما مغزى فيلم حياة السيد المسيح، وما هي الأسرار.
التي أعلنها الرب يسوع المسيح من خلال تلك الرسالة، وما هي الإعلانات الحقيقية. بدأت أنشغل بالسؤال أكثر عن حياة المسيح وعن حياته وعن معجزاته عن ميلاده إلى أمور يعني تبدو لأي شخص في سني هي أمور صعبة جدا للفهم والاستيعاب. لكن كنت مستعد وكنت موجود أن أطرح تلك الأسئلة، وكنت أيضا في استعداد لكي ما أبحث وأذهب إلى العمق لكي ما أستوعب ما هي الرسالة التي يريد الله أن يوصلها إلي. في تلك الفترة عندما أراد الله أن يعلن حقيقة الموضوع، يعني الرب أراني رؤية واضحة على نفسي وعن مصيري. هذه الرؤية كانت الدعوة الحقيقية التي كلمني الرب إياها، وتلك الرؤية هي رأيت نفسي أن أهوي في نفق مظلم جدا، نفق مظلم وأسمع فيه صراخ وأنين لأشخاص يتألمون، أشخاص يتعذبون، صراخ رهيب جدا وظلام يزداد ظلمة أكثر. وبدأت أصرخ وأنا في قاع ذلك البئر المظلم أبحث عن وسيلة من أجل النجاة، ولم أجد أي وسيلة. صوت صارخ من داخلي: يا يسوع أنقذني. أنا ما بعرف هذه الكلمات لماذا، يعني نطقت يا يسوع أنقذني دون استيعاب ودون فهم لماذا نطقت باسم يسوع. في الوقت اللي نطقت يا يسوع أنقذني، رأيت يد تمتد إليه، يد فيها أثار مسمار، وبدأت الصورة تتضح. سمعت صوت يقول لي: عادل آمن ولا تكن غير مؤمن، آمن ولا تكن غير مؤمن، لأني أنا هو. مباشرة في ذهني الآيات اللي حفظتها عن أقوال السيد المسيح بكل سلطان، لما قال: أنا هو الباب، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو النور، أنا هو خبز الحياة، أنا هو البداية والنهاية، أنا هو الأول والآخر. هو نفس الكلمات اللي سمعتها في تلك الرؤية. الرب يقول لي: أنا هو، كن مؤمن ولا تكن غير مؤمن. حسيت بسلام في قلبي، والظلام بدأت يعني يتشتت، الظلام من حولي بدأ نور رهيب يحيط بي في تلك الفترة. استوعبت وفهمت إنه المرحلة التي قضاها الرب معي في تلك الفترة كان يعد للحظة لكي ما يفتح عيني ويفتح ذهني، لكي ما أفهم وأستوعب إنه أنا فعلا في ظلمة حقيقية، حياتي ظلمة، العالم الذي أنتمي إليه ظلمة، بغير يسوع المسيح نحن في ظلمة. إن لم ننتشل من تلك الظلمة بيسوع المسيح فنحن غارقون في الظلمة وسوف نغرق، ونهايتنا هو المصير الأبدي، نهايتنا هي الجحيم. كان صعب إنه أتقبل الموضوع وأفهمه، حتى شاركت مع المرسلة فحكيت معها القصة وحكيت الصورة الغير الواضحة بالنسبة إلي مبدئيا. لكن مع الوقت فهمت أن الرب فعلا تكلم بصوت واضح: عادل، هل تستطيع أن تفهم وتستوعب أن مصيرك الأبدي هو الجحيم، مصيرك الأبدي هو البقاء في ظلمة لا نهاية لها، بدوني لا حياة لك؟ فبديت أبحث وأدرس أكثر الكلمة المقدسة، بديت أكثر أتكلم عن حياة يسوع، بديت أكثر إنه أسأل عن الإسلام، ما وجدت عليه والدي، ما وجدت عليه مجتمعي، ما هو الإسلام؟ لماذا المسيحيون يقولون عن المسيح أنه الله؟ لماذا الإسلام ينكر ألوهية المسيح؟ لماذا يقول القرآن أن المسيح غير مصلوب، لم يصلب لكن شبه؟
لماذا لا يؤمن القرآن بأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ لماذا ينكر كل هذه الأمور؟ والحقيقة هي عكس ذلك. فذهبت لكيما أبحث عن حياة محمد، ذهبت لكيما أدرس بعض الآيات في القرآن التي يعني تتكلم عن المسيح وعن المسيحية بشكل لا يليق بها. فوجدت أنه ما هو الفرق ما بين محمد والمسيح؟ له كل المجد. تعرفت عن المسيح أنه عمل معجزات، أشفى الأبرص، أشفى الأعمى، أقام الموتى، إلى غير ذلك من المعجزات، لكن محمد ماذا صنع؟ ما هي المعجزة العملية التي قامت بها محمد؟ بعد تطلعي لبعض بعض النصوص وسيرة محمد وبعض الآيات وبعض التفاسير، لم أجد ولو معجزة واحدة قام بها محمد. ولماذا أعتبره أنه شخص مميز له صيت حسن ويستحق أن أعطيه تلك القيمة، تلك الهبة الكبيرة، أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين؟ ما هي الصفة التي تميزه؟ كلما بحثت وجدت أنه ما في شيء إيجابي في حياته، ما في شيء يميز عن المسيح، لا في تعاليمه ولا في أقواله، حتى نسبه مجهول. حلل أمور ربما نحن في هذا الوقت لا أستطيع تقبلها، عدد الزوجات التي تزوجها محمد، تعامله مع 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 مع, مع, مع بعض الفئات المجتمعية، حتى الأعمى، حتى الأعمى لم يرحم، حتى الفقراء طردهم، بعكس ما علمه السيد المسيح. يوصي بمحبة الأعداء، يوصي بأمور كثيرة. أجد إن عمل النعمة في حياة يسوع عظيمة جدا. فبدأت هذه الأسئلة تطفو إلى السطح، وأبحث عن أجوبة حقيقية لكل تلك الأسئلة التي تطرح عن مصيري الأبدي. فطلبت الرب: يا رب انزع على قلبي الغشاوة، انزع على عيني الغشاوة لكي ما أنظر الحق المعلن في كلمتك. ولم أخجل أبدا أن أنزع القدسية في النص القرآني وفي الأحاديث وفي حياة محمد، لكي ما تتضح لي الصورة حقيقة ما هو الإله الذي أنا أعبده وأنا مسلم. آيات كثيرة بحثت فيها، متناقضات كثيرة، وجدت أن إله الإسلام والشيطان هما واحد. لم أستطع أن أعطي لنفسي تفسير وأقول كيف ممكن أن أرى في القرآن المتكلم مجهول والمتكلم هو شخص واحد. كيف ممكن أن هذا الإله يكون متناقض مع نفسه في نفس النص وفي نصوص مختلفة؟ كيف ممكن القرآن يكون فيه ناسخ ومنسوخ؟ كيف ممكن يكون فيها متشابهات؟ كيف ممكن يكون تضارب، وأن هذا الإله ينسى في بعض الأحيان، ينسى أنه قال آية ويرجع يقول كلام آخر؟ هل هذا إله حقيقي أم أننا فعلا نتوهم ونتقبل حقيقة نجهل معناها؟ واكتشفت أن الشيطان هو إله الإسلام حقيقة، هو نفسه، نفس الشخص. كنت أقدس لما أسمع أسماء الله الحسنى، لما أتأمل فيها أجدها صفات. فالصفات هذه الصفات ليس فيها الخير وفيها الشر. مثلا المكر، عندما شرحوا لي أن المكر هو خير في نظر الله، يعني إن أخذنا الله خير الماكرين، إن نظرنا لهذه الصورة من جهة الله فنجدها خير ليست شر، لكن المكر هو المكر، صح. لا يتغير. لماذا الله هو يكون خير الماكرين؟ إن كان المكر هو الافتراء، هو الكذب، لماذا نقول أن الافتراء والكذب فيه خير؟ يعني ننظر إليها من جهة الله أنها خير ليست شر. ونجد أنه في الكثير المكر يلجأ للمكر والالتواء لأنه شخص ضعيف، فحاشا لله أنه يعني وهيمكر على مين؟ ده الإنسان هو اللي خلقه يعني. صحيح. فوجدت أنه الكثير من النصوص التي تكلم عن الله، وجدت نفسي أنه أنا في الاستعداد أنه أعطي كل ما لدي من وقت لكي ما أبحث وأعرف هذا الإله الذي أنا أعبده. إله مجهول بالنسبة إليه. لما أقرأ مثلا آيات تقول أن الله دنا وتدلى،
يعني الله ينزل إلى السماء الثالثة في الربع الأخير من الليل ويقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني أعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. فأقارنها بنفس الكلمات التي قالها السيد يسوع المسيح: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. ولماذا يجب أن الله يتدنى إلى السماء الثالثة لكي ما يسمع دعاء وصوت وطلبات الإنسان؟ ألا يمكن الله أن يسمع صوت الإنسان وهو في مكانه؟ صح. هل يجب أن هذا الإله أن يغير مكانه لكي ما يسمع دعاء الداعي أو يستجيب لطلبات الذين يطلبونه؟ ليس داعي أن تترك مكانك لكي ما تتحول إلى السماء الثالثة لكي ما تسمع صوت طالبيك. إذن أنت إله، يعني لك مكان دون مكان آخر، يعني تستطيع أن تتواجد في مكان دون مكان آخر. رائع جدا. فوجدت نفسي إنه فعليا فوجدت نفسي فعليا إنه في سنة 1997 قررت، يعني قرار نهائي لا رجعة فيه، إنه أسلم حياتي للرب يسوع المسيح، وأقبل رب ومخلص شخص لحياتي، أقبل رب وإله شخص. الموضوع ما كانش بالنسبة لك بسهولة خالص يا أخ الحسين، يعني خد منك مراحل كتيرة جدا، بحث وتفكير، ويعني الموضوع ما هوش يعني تغيير دين زي ما بيعتقد أحبائنا المسلمين، إن إحنا يعني بندوس على زرار قررنا إن إحنا هنبقى مسيحيين فعملنا كده. لا، الموضوع زي ما شايفين، وخد لا، بحث وفكر وتفكير منطقي كمان جدا يا أخ الحسين. المسألة ليست مسألة تغيير دين أو أنني بالظبط. مرتد على ديني، لأن العلاقة مع الطبيبة المرسلة ليس تعاطفا معها، أو أنني مثلا لما تعاطفت مع أسرتي وتعاطفت موقفها تجاهي في مرحلة الولادة، ليس هذا تعاطف معها، لكن المسألة هو مسألة بحث، المسألة مسألة معرفة. لأني أنا في منذ البداية وأنا أسمع أن الله يعبد بالعلم ليس بالجهل. إن كنت أنا أعبد إله أعرفه، كيف يمكن أن أتقبل أن أعبد إله أجهله؟ صح. لا يمكن أن أعبد إله وأنا أجهل ولا أعرفه، لازم أنني أعرف هذا الإله من هو، أعرف شخصه، أعرف صفاته. من بين الأمور اللي وجدتها ويعني لمست القلب وغيرت في الأشياء الكثيرة لما تحديت، يعني بهذه الكلمة بكل ما تحمل من معنى، تحديت، يعني وقفت في موقف تحدي مع إله الإسلام. ومن بين الأمور التي يعني استوقفتني، كلما قرأت مثلا سورة الفاتحة فأجد بسم الله الرحمن الرحيم الغير إلى آخر الآية، فوجدت أنه حتى هذه الكلمات إن كانت في اللوح المحفوظ، كيف يمكن لإله أن يسمي باسم إله آخر ويطلب الهداية؟ إن كان الله هو الذي يتكلم، لماذا صيغة هذه الآيات هي بهذا الشكل؟ ألا يمكن أن أعتبر أن هذا الإله يطلب إله آخر ويطلب الهداية؟ صورة صح. غير واضحة. أهدنا الصراط المستقيم، من يتكلم في هذه الصورة؟ من يتكلم؟ حتى لما بدأت أقرأ العهد الجديد، وجاءت مثلا لما كان المسيح يتكلم مع تلاميذه: فإن صليتم فقولوا أنتم هكذا، مثلا هذه عبارة مثلا في الصلاة الربانية، فإن صليتم أنتم فقولوا أنتم هكذا. فعندما يتكلم السيد المسيح أعلم يقينا لمن يوجه الخطاب ومن هو المتكلم. وعندما أجد رسول بولس مثلا وقال الرب، وأجد مثلا في أجد مثلا عبارة قال الله، قال الرب لربي، فقال الرب واضح الكلام. وقال الله، يعني الكلام واضح من هو المتكلم. في هذه الآية لم أجد من هو المتكلم في هذه الصورة أو هذه الآية. أهدنا الصراط المستقيم، المفروض ان هو وحي صراط الذين، منزل من إله الإسلام، وكان زي ما بتقول في اللوح المحفوظ، فمين اللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم؟ إله الإسلام، وبيقول لمين؟ فكرة جديدة. يقول لي مين لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنت بتسمي باسم إله آخر، إله آخر من غيرك أنت، يعني في إله آخر أنت بتسمي اسمه تطلب الهداية منه؟ فكرة غير واضحة بالنسبة إلي. حتى وجدت أن الله يسبح في الإسلام، أن الله يسبح، وإنا نحن لمسبحون في الصفات الآية 166. كيف ممكن أن الله يسبح؟ أنا اللي بعرفه أن الله جل جلاله في عرشه جالس، له كل المهابة، الملائكة تسبح تقدم له الحمد،
الملائكة وكل المخلوقات تسبحوا، لكن تسبحوا، لكن الله يسبح، كيف ممكن أتقبل الحمد لله رب العالمين؟ كيف ممكن الحمد لله رب العالمين؟ تقدم الحمد لمن؟ رب العالمين. يعني أنت المتكلم، مين أنت؟ هل المتكلم شخص أم إله؟ وجدت أيضا أن إله الإسلام يشكر، من الطبيعي أني أنا أشكر الرب على عطاياه، أشكر الرب على كل أمور اللي صنعها، لكن كيف ممكن أن الإله يشكر الإنسان؟ وجدتها أنها معادلة صعبة أن أتقبلها كإنسان طبيعي، إنسان عادي جدا، لا أستطيع أن أتقبل أن الله يشكر الإنسان. طب وإن تقرضون الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ما في الحتة دي في الأمور المادية دي، لما يقرضوا ولا يديه ولا الخمس، ده بيسلموا لرسوله يعني. لكن أنا عايزة أسألك سؤال، وهناخد يعني هديك وقت ترتاح، لأن يعني سبتك تتكلم وقت كتير، حرام يعني، عايزك يعني تاخد نفسك شوية. لكن عايزة أسألك سؤال وترد عليا إجابة اللي أنت شايفها. يعني المسلم لو هو زيك كده وفكر في كل كلمة وكل آية وكل، هو طبعا مفروض يعمل كده، لكن لو فكر، أنت تعتقد النتيجة هتكون إيه؟ لو المسلم أخذ على عاتقه أنه يأخذ القرآن ويدرس آية آية، حرف بحرف، جملة جملة، صورة بصورة، أنا متيقن أنه سيعيش أكبر صدمة في حياته، لأنه سوف يكتشف حقيقة إله الإسلام. بالضبط، عشان كده والخدعة والخدعة التي عاشتها البشرية منذ أكثر من 14 قرن، والخداع الموجود في القرآن. عشان كده دايما بيحذر أن ما تفكرش رسول الإسلام وبعديه المشايخ والعلماء وكل الناس دي، مش عايزين ان احنا نفكر، مش عايزين تسألوا عن امور يعني هتسيئكم، معرفش ايه اللي يسيء في المعرفة، وده دايما سؤالي. لكن فعلا عندك حق. اسمح لي ناخد تليفونات وهرجع ليك بسؤال معانا هطرحه عليك، بس ناخد الاول معانا ابن الرب من امريكا او ابن المسيح من امريكا، بعتذر يعني لو المكالمة تكون المداخلة تكون 30 ثانية مثلا، على أساس نقدر نكمل مع أخونا الحسين. اتفضل ابن المسيح من أمريكا، أهلا بك. أهلا بك يا أخت نورة، تحياتي بك وتحياتي بالأخونا حسين، وأقول مبروك عليك نعمة. الحاجة الثانية، معلش أنا ليه يعني، هو كلامه ممسوح كله بالروح القدس طبعا، شكرا ربنا، وبس أنا ليه يعني تعليق على الكلام اللي حضرتك قلتيه في الأول بالنسبة للأخت المسلمة يا أخت نورة. حضرتك اتهمتي المجتمع بأنه مجتمع ذكوري، اللي هي حتى المجتمعات الإسلامية يا أستاذة نورة هي فيها نسبة مسيحيين، فمعلش أنا يعني عتاب في محبة كده، ياريت تدخلي بقى للعمق، تقولي إله الإسلام عنصري، أو تقولي مثلا مؤلف، حتى غلط إن احنا نطلق عليه إله، يعني مخترع الإسلام أو مؤلف الإسلام أو مؤلف القرآن هو عنصري، أو تدخلي للعمق أكتر تقولي شيطان الإسلام اللي ألف القرآن ده هو عنصري. لكن كنا نحن لأن المجتمعات الإسلامية حتى فيها ناس يعني مسيحيين، دي حاجة. الحاجة الأخيرة معلش اسمحي لي برضو عاوز أضيفها للأخت المسلمة، يعني عشان كده ما تلاقيش مجتمع إسلامي متقدم أبدا، أو ما تلاقيش دولة إسلامية متقدمة، لأن ما فيش عدالة بين الرجل والمرأة. في الكتاب المقدس ربنا قال إيه؟ نخلق المرأة يعني نظير ومعين للرجل. أشكرك جدا، شكرا على مداخلتك. وأنا في الحقيقة ما قلتش أنه مجتمع ذكوري، أنا ما قلتش، لكن فعلا دي حقيقة أن الفكر الإسلامي فكر ذكوري، بينصف الرجل أكثر ويرى أن المرأة معيوبة، فيها ناقص عقل ودين، وفي كل الصفات اللي ذكرناها وذكرها أخونا الحسين. شكرا على مداخلة حضرتك. طيب معانا الأخت نهال من لندن، أهلا بك يا أخت نهال، تفضلي. سلام ونعمة يا أخت نورة، برحب بحضرتك والأخ الحسين، وربنا يباركك بجد، لأنك قلت في صلاتك في البداية جملة في منتهى الجمال والأهمية، وقلت إنك يا رب ما سبتنيش نختار الطريق، لكن أعلنت بنفسك عن نفسك إنك أنت الطريق. نعم. ومش كده وبس، لكن أعلنت بكل قوة، وإنت بتشكر
الله ان هو اللي حبنا اولا، فمبروك عليك الخلاص. وعايزه اشكرك يا اخت نوره من اجل انك طرحتي سؤال في منتهى الذكاء لما قلتي ايه لازمه العباده، والانسان اللي لسه بيعمل الشر وممكن يقتل وقلبه من الداخل لم يتغير. وصدقيني انت جبتي يعني المفيد، لان قلتي من فضلك انت محتاج تفكر في العقيده اللي انت بتتبعها، وكانك عايزه تحطي علامات تعجب كتيره بعد تساؤلك ده. وانا مؤكد ان تساؤلك في محله في مليون في الميه، لدرجه انه احد القديسين قال الدين الذي لا يغير غيره. وانا بقول بملء الفم وبترجى كل اللي بيشاهدونا واقول له من فضلك الاله اللي بتعبده وانت زي ما انت بخطاياك هي ده مش اله اصلا، لان الاله الحقيقي هو اللي بيهتم بالجوهر وليس بالمظهر فقط وبيصنع التغيير. عايز يعني مثلا عندنا في المسيحية بيقول يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق، ما قالش يا ابني اعطني اموالك ولا زكاتك ولا عمرتك ولا الحج ولا اي حاجة عشان تكون ليك ثواب، لكن بجد القلب هو اللي بتخرج منه الافكار الشريرة. فلو قلبك لسه ما تغيرش يبقى كل ده هيكون هباء. واخر حاجة عايز اسألك يا اخ حسين عن الرؤية اللي الرب لي كل المجد وضحها لك، انك عايش في ظلمة من غيره وحتما ستغرق ويكون مصيرك الجحيم. عايز اسأل حضرتك علشان لو حد بيشاهدك وبيجيله رؤى مماثلة كده، ممكن يعني يجيلك تفكير او جالك تفكير في البداية على الاقل ان دي هلوسينيشن هلوسة، ولا كنت متأكد من الرؤية؟ واخر حاجة انا بضم صوتي لحضرتك وبقول لكل المشاهدين، ما الذي يميز النبي محمد كشخص حتى مش كنبي؟ زي ما سمعنا نسبه مجهول، تزوج من كذا امرأة، لم يفعل ولا معجزة واحدة. فارجوكم اعملوا هوم ورك وابحثوا عن كل هذه النقط، وانتم بنفسكم هتكتشفوا الحقيقة المرة. وعايزين حلقة تانية يا اخت نورة مع الاخ حسين، لان اختباره اكثر من رائع. والرب يبارككم. أمين. نعتبر الحلقة دي بس كده مقدمة، وهيكون لنا معاها حلقات تانية. طيب بسرعة ناخد أختنا فريال قبل ما أرجع لأخويا الحسين. أهلا بيك يا أخت فريال. ألو أخت نورة، سلام ورحمة المسيح معاك عزيزي ومع الأخ حسين. أخ حسين، المسيح أنقذني من جحيم محمد، الاختبار رائع جدا جدا، والرب يباركك. وفعلا في الإسلام هو كله جحيم وهلاك أبدي، لأن لا يوجد عندهم خلاص ولا يوجد عندهم المخلص الرب يسوع المسيح له كل المجد. أما أختي نورة، الفيديو اللي عرضتيه عن الوصاية على المرأة على الأرملة في الإسلام، فهذا منتهى الظلم والقسوة. فإحنا ما عندنا دين طبعا، عندنا شخص نتبعه الرب يسوع المسيح له كل المجد. أما في رسالة يعقوب اللي ذكر الوحي الإلهي، الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. نعم. أمين. هي دي العلاقة الحقيقية، وهي دي فعلا الديانة الحقيقية اللي الله يرضى عنها. أشكرك جدا أخت فريال. أخ الحسين، طبعا حضرتك سمعت المداخلات، لكن في بالنسبه لموضوع الرؤيه اللي قالت عليه الاخت نهال، ويعني انت ليه متاكد ان هي رؤيه من الله مش لو حد قال لك ان هي هلوسه؟ وعايزه اربط ما بينها ما بين الرؤيه وما بين عنوان الحلقه النهارده، ان المسيح انقذك من جحيم محمد وجحيم الاسلام. فيا ريت توضح لنا النقطه دي. وبعد كده عندنا سؤال بيقول لك يعني بعد كده حياتك ازاي وسط اسرتك، وهل قبلوك وهل قابلتك اي تحديات بعد ايمانك؟ فاتفضل حضرتك. طيب بالنسبه لموضوع الرؤيه، فانا لي يقين ان الرب لما بيسمع صوت قلبك واهتمامك شغفك لمعرفته، الرب يتعامل حتى مع اعماق 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 مشاعرك. فبالنسبه للرؤيه، ان كانت هي اعطت حقيقه نفسي، أن الرب ينظر إلى دواخلي، ينظر إلى شغفي، ينظر إلى ما أريد، ينظر إلى ما أبحث عنه، لأن الرب يعرف دوافعي، الرب يعرف في القلب، يعني قبل أن نطلب شيء الرب يعرفه.
فالرب عندما يعطينا الرب إعلانات حقيقية، سواء في حلم، سواء تكون رؤية، سواء مع شخص مرسل، سواء بأي طريقة من الطرق التي يختارها الرب لكي ما يتكلم مع الأشخاص، الرب يختار الأسلوب المناسب لكل شخص. فالرب تعامل مع مشاعري، تعامل مع دوافعي، تعامل مع رغباتي. فالرؤية ليست هلوسة، الرؤية ليست هلوسة، بل هي رؤية حقيقية فعلا، لأن الرب هو رأى حياتي أنها فعلا هي في ظلمة، فتلك الظلمة تجسدت في تلك الرؤية لكي ما يريني الرب حقيقة نفسي، لكي ما أراه بأم عيني، لأننا في بعض الأمور لا نستطيع أن نراها بالعين المجردة، مصيرنا الأبدي لا نستطيع أن نختاره أو نراه، لكن الرب يعلنه بشكل من الأشكال، يعطينا صور عن هذا المصير، يعطينا صور عن هذه الحياة التي نحن نعيشها في الخطية، نعيشها في البعد عن الله، نعيشها في عدم إدراك. فعدم الإدراك وعدم الفهم وبعدنا عن الله وغرقنا في الخطية، الرب يعلن كل هذه الظلمة اللي فينا بصور مختلفة لكي ما نحن نفهم ونستوعب ما هي الظلمة التي نتكلم عنها، ما هو الجحيم الذي نتكلم عنه. لكن الحقيقة التي أنا متأكد منها 100% إنه الجحيم هو مكان حقيقي، وأن السماء هو مكان حقيقي. إن كان الله يعلن رسائل وإعلانات في الأيام الأخيرة عن القضاء العادل الذي يعلنه الله لكل إنسان على وجه الأرض، أنه سوف يأتي يوم من الأيام الإنسان سوف يفكر في مصيره، نهايتك بعد الموت وين تكون. هناك أشخاص لا يؤمنون بالجحيم، هناك أشخاص لا يؤمنون لا بالسماء ولا بالجحيم، هناك أشخاص لا يؤمنون بالقيامة من بعد الموت. لكن الكتاب المقدس هو واضح، يتكلم عن أن هناك جحيم وهناك سماء. أمين. هناك ملكوت. أمين. هناك محضر الله موجود. لكن إن أراد الله أن يعلن هذه الإعلانات، فالرب هو واضح، لأنه يتعامل مع دوافعنا، مع رغبات، مع شوق القلب. يجب أن ننظر إلى هذه الحقيقة، لأننا نحن بشر، لكي ما نفهم الرسائل بوضوح لازم أن تكون صور نراها بأعيننا لكي ما نستوعبها ونفهمها. أمين. الله طيب. الرب لا يتعامل معنا بالمرموز، لكن الرب يتعامل معنا بالشكل اللي نستطيع إنه نحن نفهم طبيعتنا ونفهم فيها الحقائق الخفية عنا. أمين. إحنا كده معنا دقيقتين، دقيقة هتقول لنا يعني رد فعل الأسرة إيه، لو ممكن يعني نبذة في دقيقة، ودقيقة تقول لنا كلمة ختامية توجهها لكل شخص بيسمعك. تفضل. أنا بالنسبة إلي، بالنسبة للأسرة في بدايتها، لأن الأسرة هي أسرة غير متعلمة وأسرة بسيطة جدا، لما حتى سمعت الأخبار السارة، الأخبار المفرحة عن حياة المسيح وكل الأمور اللي رب صنعها، الأمور المتعلقة عن حبه العظيم، المحبة الغير المشروطة، فما عندهم حتى مشكل إنهم يسمعوا عن الرسالة ويقبلوها بقلب مفتوح. فأسرتي هي قبيلة الرب يسوع المسيح، وأنا أشكر الرب على كل هذه الأمور. والدي انتقل للأمجاد، السماوية، صار تقريبا عامين. فأنا سأراه في المستقبل القريب في أحضان الرب يسوع المسيح، وأنا أشكر الرب على أسرتي. مجدا للرب، ده خبر مفرح جدا يا أخ الحسين حقيقي. يعني فعلا أنت بتقول يعني غير متعلمين، لكن المسيح نفسه قال أنه أخفاها عن الحكماء، عن العظماء، وأعلنها للبسطاء. يعني اللي قلبه بسيط، اللي يطلب بمنتهى البساطة من الله، يا رب عرفني نفسك، عرفني أنت مين، بتواضع وباتضاع وببساطة قلب، الله بيعلن نفسه عن نفسه ليه. فأنا أشكر رب جدا من أجل أسرتك. طيب في الختام بقى، عايزة كلمة لو حابب تقولها باللهجة المغربية الدارجة، كلمة رسالة ختامية لو تحب تقدمها للشعب المغربي، للمشاهدين بالدرجة المغربية أو باللغة العربية زي ما تفضل. اتفضل أخ الحسين، كلمة ختامية. أنا بالنسبة للرسالة اللي أوجهها لكل شخص في المغرب بالخصوص وفي وطننا العربي، إنه المعرفة هي السلاح الوحيد لكي ما نخرج من الجهل والمية والظلامية اللي نحن نعيش فيها. القرآن فيه مشاكل جغرافية، فيه مشاكل تاريخية، فيه مشاكل أخلاقية، فيه مشاكل لغوية وتشريعية، وكثير من المشاكل. القرآن كلام عاطل يجعل فكر الإنسان وعقل الإنسان يعني تقريبا مشلول. القرآن كلام أعجمي، القرآن كلام متناقض متكرر،
القرآن كلام منقول، القرآن كلام شيطاني بكل ما تحمل كلمة من معنى. إله الإسلام هو صورة طبقا للأصل للشيطان. لن أخجل أن أعلن هذا، أن إله الإسلام هو شيطان نفسه، ومحمد هو رسول شيطان. فرسالتي أن يسوع المسيح هو نور لهذا العالم، جاء لكي ما يعطي الحياة، لكي ما يعتق. الشيطان ربط مجتمعات كثيرة برباط اسمه رباط الإسلام. المسيح جاء لهذا العالم لكي ما يعطي الخلاص، لكي ما يحرر. فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. المسيح هو الطريق والحق والحياة، بدونه لن يرى أحد الله. أمين. المسيح يسوع هو الحل لكل مشاكل العالم. أمين. المسيح هو الحل لمشاكلك، تكون مشاكل نفسية، مشاكل عاطفية، مشاكل أسرية. المسيح هو الحل في عالمنا اليوم. نعم. نحتاج للمسيح. الشيطان يريد أن يخرب، وهو أصلا خرب، والمسيح أدى لكي ما يعطي حياة، لكي ما يعتق. أمين أمين. أشكرك جدا حقيقي. زي ما رسالتي أن كل من يسمع رسالة أنه يسلم حياته للرب يسوع المسيح. أمين أمين. أشكرك جدا جدا أخي حسين، وأنا أتفق فعلا مع الأخت نهال أن إحنا نعتبر الحلقة دي مقدمة لحلقات تانية تكون حضرتك بتشارك معنا فيها في برنامج صوت العابرين. بشكرك جدا على رسالتك حقيقي، وشهادتك شهادة إيمانك الواضحة جدا اللي فيها، وزي ما حضراتكم سمعتوا يعني عناية الله ورعايته بأخونا الحسين من وهو لسه في رحم الأم، إزاي الرب هيقله الأخت المرسلة والناس اللي كانوا في البلد بيخدموا الرب يسوع وبيعلنوا رسالة الحق، إزاي الرب سمح إن هم يكونوا معاه بيصلوا من أجله من وقت ما هو كان في رحم الأم لغاية لما من خلال المعرفة، مش من خلال كلام اتقاله، لكن من خلال المعرفة والبحث لغاية لما وصل للقناعة الكاملة، وكمان الرؤية اللي الرب سمح إن هو يراها لغاية لما وصل للقناعة الكاملة والقرار الكامل بكامل إرادته إن هو يتبع الرب يسوع المسيح. وهو برضو قال الآية اللي دايما بنختم بيها كل حلقة، إن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، وبدون الإعلان دوت اللي الرب يسوع أعلنه عن نفسه ما فيش حد هيقدر يوصل من غيره. فمن فضلكم ابحثوا، لأن هو زي ما قلت هو الطريق، من غيره ما فيش طريق، هو الحق، من غيره ما فيش أي حق، هو الحياة الأبدية اللي كل شخص بيسمعني وكل شخص مسلم، وأنا برضو كنت أتمنى وأحلم إن أنا أكون ضمن الجنة، لكن في شخص الرب يسوع المسيح أنا أثق إن الحياة الأبدية هو شخصه، وهو وهبها لي وهبها لكل من يؤمن به. أشكركم على المتابعة النهاردة، الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. على قد ما في آيات اتمدت كان كل هدفها تسكتنا، على قد ما ندوم